السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد، فلوق جديد، أشياء جميلة غادي تشوفوها معايا. هذا واحد الفلوق ديال الحد اللي فات، يعني ماشي هذا الحد هذا، فحبيت نشارك معكم بزاف ديال الحوايج. شنو درت منهم؟ يعني درت واحد الكيكة ديال الجزر. شنو درت في هذاك النهار انا ومارتين؟ شنو الشغالات اللي كان ندوزهم في هذاك النهار؟ المهم كيكون عامر عندي بزاف، السبت والحد ما كنجلش فيه. بالنسبه اول حاجه بغيت نبدا بها هو انني بغيت نشكر بزاف ديال الناس اللي التحقوا بالقناه ديالي، وبزاف التعليقات اللي سواء السلبيه سواء الايجابيه كل شيء مقبول عندي. انا ما عندي حتى شي مشكل مع حتى شي حاجه ومع حتى شي حد. شكرا بزاف على الانتقادات، وشكرا بزاف على رايكم فيا، وشكرا لمحبتكم ليا. صراحه بكم باش غادي نزيد القدام ان شاء الله، وشكرا على تحفيزكم لقناتي وعلى تشجيعكم بزاف. كنتمنى نكون يعني ضيفه او لا واحد الانسان اللي خفيفه على قلبكم. خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل ديال هاد الفلوغ هذا. وبالنسبه لكاع الناس اللي سولوني او لا يعني طرحوا عليا شي اسئله، غادي نجاوبكم ان شاء الله. غادي ندير واحد في البوست، غادي نبوستي واحد الحاجه، واحد التصويره، وغادي نقول لكم يعني اللي عندها شي سؤال طرحوه هنايا، وديك الساعه غادي نجاوبكم كاملين. المهم خليكم معايا باش تشوفوا التفاصيل ديال هذا الفلوغ ديال نهار الحد اللي شنو درت فيها انا ومارتين. هاي يا حبيبي ديالي، فين هو؟ فين هو؟ ها هو وهو وهي هو البهجه. شوفوا البهجه، شوفوا الطربوش ديال البهجه ديال مراكش. شوف شوف، قول لهم سلام يا نيس. يا نيس قول لهم سلام. سلام، لاباس عليكم؟ يلا هو دابا حنا فقنا شويه معطلين اليوم الحد، غادي نمشيو نفطروا. خليكم معايا. المهم انتما كيما كتشوفوا راه ما بغاش يتصور، كيقول لكم تصوروا لي تقوصوا عليا. واخا اتاي اتاي ادم اجي تفطر. كون كنت بقولك يا ايتم، بسم الله. ما قلبتو ما شقلبتو؟ ويلي يا نيس، ما تجرش الطبلة، ما تجرش الترسيل. نعملو هيدا. إوا يدي بوحدي، عندنا ما نديرو، الله معانا. Adam, will you stay ook? Nee, dank je. Oké. Wil je gekookt eitje? Nee. Wat wil je dan? Wil je niks? Wil je geen ontbijt? Ah, heb je. Ah, dat is goed. Hij begint met fruit. Dat is goed. Oh, dan komen die Kom uit de keuken.
يلا غادي نمشيو نفطروا. بغيت نقول لكم واحد القصه على هذا البيض المسلوق. نهار اللي كان جا مرتي باش تجوج بيا في المغرب، كانت ماما سلقات البيض وحطاته في الطبله بحال هكا ما مقشرش، وجيت انا هزيت البيضه بحال هكا، هو اصلا قال لي واش ماماك حاطه لينا البيض خضر خصني ناكلوه خضر. قلت ليه اه. المهم بقينا ساكتين ساكتين ما فهم والو، جالسين بحال هكا. شديت البيضه حتى غفلته مزيان وانا ندير ليه ودي اش من هاد الحق، اش هاد الشيء البيضه مخضره وهرستي لي وهي راه مسلوقه ضراتها مع الضران ديال الصدمه، صدمه كانت قويه. المهم قصه واعره دي عمرها ما ينسى، ديما كيجبدها في المجامع. نعم ولدي اه دابا ولدي دابا بحال هكا كيقول لي كنسبع الفلوس. شتي دابا حنا راه عائله شويه صبابا. المهم هنايا حيدت الحوايج من الصباله ودرتهم في السيشوار، منين نشفو حيدتهم من السيشوار ودرتهم في السله باش غادي نطلعهم الفوق، ودزت جمعت هذيك الطبله ديال الفطور، ومن بعد صايبت واحد الكيكه ومارتين صايب لينا لي بات. المهم هذا هو الروتين ديال اليوم نهار الحد، هذا ما كان المهم ماشي شي حاجه زعما سبيسيال بحال اي مره. انا كما كتعرفوا يعني الدراري ضروري ملي كياكلوا ضروري خصك تمسحي يعني من بعد منهم يعني داك الكرسي فين جلسوا، وتتشطبي الدار يعني على الاقل ديك البلاصه متحط بلا الا كنتي ديجا درتي الميناج هكا باش ما كتزيدش يعني تتكثر يعني كتنتشر الاوساخ يعني هكا باش كيسهل اصلا، لان داك الفتات وداك الشيء اللي جيتي تسقمي عليه غينتشر في الدار كامله. فلذلك يعني كنحاول نمسح ديك البلاصه فين كلينا ومتحط الطبله كذلك كنجمع، وهذا حتى هذا مكان. صافي هنايا من بعد كان يعني من بعد ما كنغسل المعينات وداك الشيء كندوز كنغلي دوك الرضابع ديال يانيس هكا باش كنديرها مره في السيمانه باش كنربح الوقت باش بدايه الاسبوع يعني كيدوز ليا كنقابل فيه غير الدراري، لان كيكون عندي شغالات بزاف. هنايا كنحاول نغليهم في المطايب اللي كنكون ديجا يعني طيبته في البقرج، وعادة كنخليه 5 دقائق هو كيغلي دوك الرضاضع والجلده وداكشي 5 دقائق صافي. ومن بعد كنشللهم من الكالكير لان ضروري كيبان فيهم الكالكير صافي، وكنخليهم فواحد المنديل كيستقطروا. وهنايا جا مارتين كما كتشوفوا راه جاي كيقلبني زعما كيفاش كنتمشى وهذا. المهم راكم عارفين بالنسبه للبنات اللي واحد السيده انتقدتني وقالت لي اش كتشوهوا راسكم وحتى هذوك ماشي رجال يعني اللي ماشي رجال، انا راجلي راجل الحمد لله. شوفي راجلك الا ماشي كان راجل ما نعرف الله اعلم. المهم انا هضري على راسك خلي عليك عائلتي في الثقه وهضري على راسك وجبديني انا ما تجبديش راجلي الله يخليك. المهم من قله الادب انك تجبدي شي واحد ما دار لك حتى شي حاجه، اعطي رايك في شي حاجه اما باش تقولي هذاك ماشي راجل على 2 دريال شوهتوا راسكم في اليوتيوب. انا هاد 2 دريال مازال ما شديتها، ومني قلتي كنشدو 2 دريال انا غادي نضرب باش نشد هاد 2 دريال. المهم انا هنايا ماشي كنوجه يعني المعيور لشي وحده ولا هذا، انا غير جاوبتك على الانتقاد ديالك باش هاد المرات تحترمي الناس يعني تلتزمي حدودك، لان عائلتي خط احمر والا ما غاديش يعجبك الحال.
المهم سمحوا لي على هذا الرد هذا، وانما انا يا اي حاجه كتقيس عائلتي يعني ما كنبغيهاش، فكنظن اي وحده فيكم في بلاصتي غادي تكون عندها نفس الراي ونفس الموقف. المهم هنايا خرج يعني راجلي، خرج ولدي باش يلعب برا، ودزت انا يعني كنقطر هذوك القريعات ديال الرضاعه اللي طيبت ديال ولدي يعني، وخليتهم كيستقطروا فوق المنديل هكا يعني باش كي تكونوا يعني صافي تنقاو وتستيريليزاو. المهم هذه الطريقه الصحيحه بالنسبه للامهات اللي باقين مبتدئات. وبالنسبه للسيده كنظن سميتها ناديه، السيده اللي كانت باركات لي في الولاده ديالي وقالت لي بانها خايفه من الحمل، ما تخافيش والله يفكك على خير، لان شوفي الولاده سهله، غير هي ما تجهديش راسك يعني ما تغوتيش، لان الصراخ ما كيفيد في حتى حاجه، بالعكس كتفقدي فيها غير الطاقه. وحاولي ما امكن انك تركزي على التنفس وديري المجهود ديالك كله باش تعاوني هذوك الممرضات باش يخرج البيبي بسلامه وعلى خير. وحاولي تشربي في الاخير يعني انت باقى 7 شهور، حاولي تشربي التمر وتشربي الحليب وتاكلي التمر، لان كيساعد على الولاده بزاف وفيه الكالسيوم مزيان للعظام. المهم الله يفكك اختي على خير، وفرحتيني بزاف ملي قلتي لي بانك غادي تولدي، صراحه والله العظيم لا دمعات عيني، الله يفكك على خير اختي. هذه هي النصيحه اللي نقدر نقول لك، يعني حاولي توفري طاقتك في الولاده، ماشي في الصراخ او لا في التعصاب ولا في التنفس كذلك، يعني حاولي تنفسي بعمق. هنايا دز كندير واحد الكيكه ديال الجزر او لا طرطه ديال الجزر، جات رائعه بزاف، غادي نشاركها معكم ان شاء الله في القناه ديال اختي. المهم جات رائعه بزاف، يعني ما نقدرش نقول لكم زعما الوصف ديال ديك لا طارت، انا ديجا مصايباها يعني في القناه ديالي، ولكن حيت الفيديوهات اللي فاتوا يعني ما كيبانوش هنايا، يعني ما بقاوش كيبانوا قدامين شي شويه، فهنايا كبور دايز كيصايب لي بات اعتقنا بهم بعدا حيت انا ما قادراش ندير كل شيء. المهم هذا مكان، وغادي ندوزو نتغداو ونشربو قهيوه، وغادي غادي نشارك معكم كذلك المشتركات ديال اكشن. هنايا منين خرج مرتين مع ولدي داه للبحر غير الشاطئ هنايا في زايلاند، وجمعوا هاد الرميخه هادي او لا شخالبن بالهولنديه شخالبن، صراحه سلقتهم ديك الساعه في الماء وما يتحلوا، وفيهم واحد رميخه شحال غزاله، وجاب لي هاد لي زالك هادو، لان عارف بان هاد لي زالك انا كنشفهم وكنطحنهم كنردهم بحال الحنه وكنستعملهم لوجهي، لانهم الوحيدين اللي كيجيو مع وجهي كينشفوا لي وجهي، ولاو عندي الحبوب بزاف داك الحبوب الميدم، فيعني هذا هو الحل الوحيد اللي غادي نقدر نستعمل. صراحه لي زالك هنايا في زايلاند اللي يعني الا قدرتوا تلقاوهم صراحه زوينين بزاف، راه تيكونوا في هذه الوقيته مع كيكون داك المد والجزر وتيبانوا هما وهاد الرميخه هذه. المهم هنايا دزنا نتغداو كما كتشوفوا لي بات مع لاصوص طوماط، ومن بعد غادي نحط هذيك الكيكه، نتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي تجي المنظر ديالها، جاي رائع جدا، غادي نحاول نقدمها لكم. وشربناها مع قهوه وبالصحه والراحه، ونخليكم مع لا فيديو باش تشوفوا الكيكه مزيان وندوزوا المشتريات. المهم هنايا غادي ندوزو للمشتريات. هنايا شريت واحد الطاوه ديال لا تارت كتحل، عباره عن مستطيل، ماشي بحال هذوك الدائريين، كيجي حتى هذه كتجي رائعه صراحه فيها لا تارت، وكتجي حتى اللازانيا كتصلح اللازانيا. وكما قلت لكم
او الكغاتان حتى هو كتصلح ليه، لان هاد المول هذا اللي شريته من اكشن ما كيلصقش وزوين رائع، واقيلا شي 4 اورو هكاك اللي خديتو شي 40 درهم من 800 ريال. هنا خديت هاد اللاطه هادي ديال المفنس ديجا عندي انايا، خديتها ديال السيليكون وخديتها ديال هكا بحال طيفال، وهاد لامارك هادي سويسريه خديناها حتى هي من اكشن، هادي وقيلة خديتها بشي 3 اورو بحال هكا جاتني رخيصه، وهادي تخيلوا الثمن ديالها شي 79 سنت، يعني بحال تقولي 160 ريال 160 ريال 8 درهم. المهم الروتين ديالي هنايا كيتوقف، كنتمنى لكم يعني تكونوا استمتعتوا معايا في لا فيديو وفي الاشياء اللي شاركتها معكم. كنتمنى لكم امسيه سعيده، وما تنساوليش بالتعليقات الجميله اللي كتفرحني دائما، والضغط على زر اعجاب فضلا وليس امرا، وشكرا. الى الملتقى ان شاء الله في امان الله وحفظه.